تتكون محافظة إربد من دائرتين انتخابيتين هما دائرة إربد الأولى خصص لها ثمانية مقاعد سبعة منها تنافس ومقعد للكوت النسائية ودائرة إربد الثانية وخصص لها سبعة مقاعد خمسة منها تنافس ومقعد مسيحي ومقعد كوت نسائية على بعد حوالي ثمانين كيلو إلى الشمال من العاصمة عمان تقع محافظة إربد التي تتميز بطبيعة مريحة ومتنوعة تجمع بين الطابعين الريفي والحضري أما البيئة الاجتماعية للمحافظة تمتاز بتنوعها الثقافي والاجتماعي حيث يتعايش السكان من خلفيات ريفية وبدوية وحضرية في تناغم هذا التنوع يضفي على المحافظة طابعا فريدا من التماسك الاجتماعي ويتبع للمحافظة عشرة ألوية مقسمة على دائرتين انتخابيتين هما دائرة إربد الأولى وتضم لواء قصبه اربد، لواء الرمثه، لواء بني كنانه، لواء الوسطيه، لواء غرب اربد، خصص لها ثمانيه مقاعد، سبعه منها تنافس ومقعد كوتا نسائيه، وعدد القوائم المترشحه فيها بلغ 12 قائمه، وعدد الناخبين فقد بلغ 576509، موزعين على 187 مركز اقتراع. دائره اربد الثانيه وتضم لواء بن عبيد لواء المزار الشمالي لواء الكورة لواء الأغوار الشمالية ولواء الطيبة وخصص لها سبعة مقاعد منها خمسة مقاعد تنافس ومقعد مسيحي ومقعد كوتا نسائية أما عدد القوائم المترشحة فيها بلغ إحدى قائمة وعدد الناخبين فيها فقد بلغ 329601 وتسعة وواحد موزعين على 110 وعشرة مراكز اقتراع ويامل المواطنون من الذين سيحالفهم الحظ في هذه الانتخابات ان يكون لديهم برامج عمل واضحه تلبي طموحاتهم سيما تحسين البنى التحتيه وجلب مشاريع تنمويه تساعد في التخفيف من الفقر والبطاله